أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني بداية، ما تعليقك على تظاهرات الأمس عن الحشود والأماكن التي خرج إليها المتظاهرون؟ بالأمس هو احنا في يعني كل التعليقات الحالية اللي عن تعليقات عن يوم الأمس إن هو يوم فشل، ولكن في الحقيقة خلينا نعيد ترتيب الحسابات، خلينا نشوف إيه هو تعريف الفشل وإيه هو تعريف الفوز في جولة زي جولة امبارح. نعم، السيسي هو راجع من السفر، كان مؤيدينه مستنيينه في المطار، ثم دعوات شديدة من مؤيدين السيسي على مدار أسبوع كامل، ممثلين بيدعوا وفنانين وصحفيين بيدعوا للنزول يوم الجمعة اللي امبارح أمام المنصة في مدينة نصر لتأييد الرئيس والجيش. بعد كل ده نزل ما يقرب من حوالي 20,000 بس. السيسي اللي كان داخل قصر الاتحادية محمول على الأكتاف وكان الشعب كله بيهتف باسمه، امبارح بعد أسبوع كامل من محاولات حشد جماهير وأوتوبيسات جاية من محافظات وغيره، العدد كان ما يقرب من 20,000. في المقابل في آلاف من عناصر الأمن كانوا متواجدين في القاهرة، وتم فصل القاهرة عن الجيزة، من قفلوا الكباري ومحطات المترو وقفلوا الشوارع لمنع أي تظاهرات، وبالفعل تم إحباط أي محاولة تظاهر امبارح في القاهرة. ولكن هل ده يعتبر فشل؟ لا، ده ما يعتبرش فشل. الفشل هو إن الرجوع لسنوات ورا. ما حدث في 20 سبتمبر يوم الجمعة السابقة كان نقطة فاصلة تماما، هو اللي ممكن ندانا الإحساس دلوقتي بالفشل، لأن كان بعد سنوات من إن السيسي حاكم البلد بالحديد والنار أصبح في كده بصيص من الأمل، إن في مجموعة شباب يقدروا بالعشرات وبالمئات وبالآلاف في محافظات عديدة نزلوا يهتفوا ضد السيسي، ودي أول مرة تحصل من بعد 3/7/2013. يعني ممكن نقول ان احنا حسينا بالاحباط عشان الامل اللي احنا شفناه من الجمعه السابقه، لكن طبعا لما نرجع تاني للعلوم السياسيه هنلاقي ان لا، يعني كل اللي حصل ان السيسي عرف يتحايل على الامر وعرف الخطا الجهات الامنيه ارتكبته الجمعه السابقه في ان هم ما كانوش مقدرين الموضوع جيدا، قفلوا امبارح البلد بالحديد والنار. في المقابل بعد الالاف من عناصر الامن في القاهره والجيزه والقوات الخاصه وغيرهم بيموت اخواتنا العساكر طيب في سيناء. يعني طيب نرجع تاني نقول ان السيسي سايب سيناء للعساكر يموتوا فيها وسايبها للمعقل الارهابيين، والاهم عنده بالنسبه له هو حكمه وكرسيه في القاهره. طب هذه القبضة الأمنية اللامسبوقة في تاريخ مصر الحديث وحتى المنطقة، كيف تقرؤونها فعليا؟ مما يخاف السيسي والنظام المصري مع أنهم يتحكمون بالسلطة وبمختلف السلطات منذ سنوات، فعليا منذ 6 سنوات؟ السيسي خايف من هو يتم الإطاحة به بأي طريقة من الطرق المتوقع، زي مثلا تقوم الثورة تاني أو يحصل حاجة من داخل النظام. فاللي حصل إن من بعد الجمعة لما لقوا إن في ناس كتير جدا نزلت في الشوارع، فكان القرار، وده بالمناسبة قرار غبي جدا، يعني قرار غير مدروس، إن قبضوا على كل المعارضة السياسية اللي أساسا لم تدعو ولم تشارك في الجمعة 20 سبتمبر. كل النخب السياسية وكل المفكرين ومحامين زي مهنور المصري قبضوا عليهم لأن هم ليهم نوعا ما صوت مسموع، ولكن اللي هم ما كانوش قادرين يحسبوه وكانش محطوط في معطياتهم قبل القبض عليهم إن المجموعة اللي اتقبض عليها، المجموعة اللي قلنا القيادات اللي اتقبض عليهم، هم غير مؤثرين في المجموعات اللي بتنزل الشارع. يعني المجموعات اللي بتنزل الشارع نزلت الجمعة اللي فاتت واللي حاولت تنزل امبارح مجموعات جديدة تماما، يعني شباب كان في وقت ثورة 25 يناير كان عنده 11 و12 سنة، دلوقتي هو اللي موجود في الشوارع وهو اللي بيقود المظاهرات. طب أستاذ مصطفى، وبالتالي أين هي المعارضة؟ نقطة شديدة جدا بسبب الوضع الاقتصادي. أين هي المعارضة من كل ما يحصل في الشارع المصري الآن؟ المعارضة موجودة ولسه بتتكلم حوالين الوضع المزري وحوالين حملة الاعتقالات، ولكن في حالة من التحفظ حوالين اللي بيحصل عشان برضو الوضع كان غير مفهوم، ان هو فجأة ظهور محمد علي
بيتكلم عن الفلوس اللي كان منصوب عليه من الجيش، ثم بعد كده الدعوة لحراك سياسي. حاليا المعارضة في حالة تجهيز وحالة يعني تأهب إن وتنظيم صفوف، إن شاء الله في الفترة اللي جاية إحنا جاهزين عشان نقود المرحلة أو نشارك في مرحلة وقوع السيسي أو مرحلة ما بعد السيسي. نعم. طب بالحديث عن وزارة الخارجية الأمريكية والموقف الأمريكي، الخارجية الأمريكية أعلنت بالأمس دعمها حق التظاهر السلمي للمصريين وأن واشنطن تراقب عن كثب ما يحصل هناك. كيف تقرأ هذا الموقف الأمريكي، خاصة بعد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم للسيسي؟ الموقف الأمريكي هو موقف نقدر نقول إن هو روتيني، زي ما حصل مع ثورة الجزائر، زي ما حصل مع ثورة السودان، ده الموقف الحكومي. ولكن في موقف مشرف لناس تانيين زي بيرني ساندرز وغيرهم، هم فعلا مؤيدين للربيع العربي وضد الدكتاتوريات العربية، وكان صرح قبل كده بتصريحات عديدة ضد السيسي وضد بشار الأسد وغيرهم. نقدر نقول ان في توجه حاليا من الإدارة الأمريكية للضغط على ترامب بان هو يوجهه ان سياساته خاطئة. يعني انت بتقول ان السيسي دكتاتورك المفضل، تمام، هو السيسي دكتاتورك المفضل، هو فعلا دكتاتور وبيخالف كل المبادئ الأمريكية، نعم، لحقوق الإنسان والديمقراطية اللي انت مفروض مؤمن بيها. نعم. طيب مدير مكتب واشنطن بوست في مصر غرد أمس فقال على تويتر: شاهدت مقنعين مدججين بالسلاح في ميدان رمسيس بالقاهرة، وهناك إجراءات أمنية مكثفة في محيط المساجد والدوائر الحكومية بالقاهرة، بالوقت الذي يعني الإعلام المصري والقيادات ترفض الاعتراف بأن القبضة الأمنية كانت شديدة. برأيك لماذا لا تفتح الميادين للمتظاهرين، كان المؤيدين للسيسي والكان المناهضين له؟ السيسي عارف كويس جدا ان لو حصل والميادين اتفتحت وكان في إرادة للتظاهر هيقع في نفس اليوم. هيحصل، نعم، ان هينزل ملايين من المصريين وهيسحفوا تجاه أسرة التحرير، يعني وممكن تحصل امور لا يحمد عقباها. ان هو عارف جدا ان هو خسر كل اللي جه على اساسه، ملايين المصريين كانوا بيأيدوه في بدايه حكمه، هم حاليا الناقمين عليه بسبب الوضع الاقتصادي، نعم، والوضع الاجتماعي المزري اللي وصلت ليه مصر. فبالتالي مستحيل هيفتح المجال العام ومستحيل هيسمح بالتظاهر. نعم. طب ما هي خيارات النظام المصري الان، ولماذا لم يفتح مجالا للحوار؟ لم يفتح مجالا للحوار لان ده اسلوبه، أسلوبه من 2013. النظام المصري، النظام الحالي من بعد 2013 لحد النهاردة متبع أسلوب أنا الحوار بين الرئيس وبين الجيش فقط، نعم، وبين طبعا مؤيدينهم، إنما حوار مع القوى السياسية ومع المعارضين ومنظمات المجتمع المدني لا، هم بيعتبروا إن ده ضعف. نعم. طب ما هي خيارات الشعب المصري الآن، هل وصل فعليا إلى نقطة اللاعودة برأيك؟ ما حدث في 20 سبتمبر كان نقطة فاصلة في حكم السيسي. نعم. الناس تجرأت بالتصريح على نقمة السيسي، ان هو فعلا ان الكلام كان موجود في القهاوي في الشوارع وفي الميكروباصات من سنين، بس كان يعني على خوف. نعم. انما اللي حصل في 20 سبتمبر الناس تجرأت وقالت كل اللي جواها ونزلت بالالاف، فده ادى دافع اكبر عند غيرهم ان هم فعلا يرجعوا يقولوا لا، احنا ضد النظام السياسي الحالي بسبب، نعم، الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه اللي وصلنا ليها. اذا المحامي والباحث القانوني مصطفى فؤاد، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من اسطنبول. شكرا لك.